يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الواحد من أسماء الله تعالى فيقول الإنسان اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد؟ لا، ما ورد هذا. أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فنحن نمشي مع الوارد فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقسم الشخص جاء على الواحد القهار، الواحد القهار، ما تقول الواحد فقط، أن تقول الواحد القهار كما جاء في القرآن. نعم.